هنتكلم عن حماية تطبيقات الإنترنت. إزاي أنا فاتح شبكة الإنترنت وعايز أحمي الجهاز الخاص بي أيا كان نوع الجهاز، عايز أحميه من البرامج والتهديدات اللي توصل لي عن طريق شبكة الإنترنت. عندي أكتر من طريق. أول حاجة اسمها جدار الحماية. جدار الحماية ده بالظبط زي كده الرسمة دي موجودة قدامنا، ده اللي دي شبكة الإنترنت هي قدامنا، ودي الملفات الضارة اللي هي باللون الأحمر، ودي الملفات اللي أنا محتاجة اللي هي باللون الأخضر. أنا مش عايز الملفات الضارة دي توصل، وعايز الملفات اللي هي باللون الأخضر دي بس هي اللي توصل. بستخدم حاجة اسمها جدار الحماية، هو مجازا يعني، ورسم هنا صورة جدار. جدار الحماية ده بيعمل إيه؟ بيمنع مرور البرامج الضارة اللي هي باللون الأحمر دي، بيسمح بمرور المعلومات المفيدة عن الجهاز. فتعريفه هو عبارة عن برنامج أو جهاز يتحكم في عملية الاتصال بين الحاسب والإنترنت أو شبكة الحاسب، ويقوم بمنع البرامج الضارة والمتسللين من الوصول إلى جهاز الحاسب. التعريف بتاعه هو برنامج أو جهاز بيمنع البرامج الضارة أو الأشخاص المتسللين إلى جهاز الكمبيوتر. ثاني حاجة من الحماية مداولة HTTPS. نلاحظ كتير لما نيجي نفتح موقع عشان عايزين نكتب أي موقع، هنا في بداية الموقع لما نكتب مثلا www.google.com نلاقي قبل كلمة www هنلاقي علامة HTTP أو HTTP وبعدها كلمة حرف الاس. المواقع اللي بتستخدم حرف الاس أو اللي بيكون فيها حرف الاس دي بتكون مواقع موثوق منها أو ليها أو تم ليها عملية تأمين، هي بتبقى مؤمنة أكتر من المواقع اللي مش موجود فيها حرف الاس. بمعنى كده لو أنا بستخدم مثلا بطاقة الصرافات بتاعتي أو أي رقم فيزا، لما يكون الموقع مش موجود فيه حرف الاس يفضل عدم استخدام بطاقة الصراف، لأنه بيكون موقع غير موثوق. ثالث حاجة اسمها التوقيع الرقمي. إيه هو التوقيع الرقمي؟ هو عبارة عن علامة أو برهان إلكتروني، يعني علامة إلكترونية يتم إضافتها للملفات للتأكد من أن الملف على صورته وشكله الأساسي ولم يتعرض للتعديل أو التنزيل. دي علامة إلكترونية بيتم إضافتها للملفات عن طريق الجهة اللي بتصدر الملفات دي أو المسؤول عن الملفات، بحيث لو أي حد شاف الملف ده يعرف أن الملف ده فعلا الملف موثوق منه الملف أصلا. رابع حاجة اسمها الشهادات الرقمية. دي جهة بتقوم بإصدار شهادات للمواقع. الجهة دي جهة معترف بها وجهة مصرح بها، دي بتقوم بإصدار شهادة مثلا لموقع زي موقع جوجل، يقول لك الموقع ده موقع أمان تقدر تستخدمه بأمان، موقع زي موقع الفيسبوك وهكذا. ما هي عبارة عن وثيقة إلكترونية، وثيقة إلكترونية تمنح من قبل هيئات عالمية تسمى هيئة إصدار الشهادات. الجهة اسمها هيئة إصدار الشهادات، بتقوم هذه الشهادة بتوثيق جهة مركز البنوك أو مواقع التجارة. أنا كده أدخل على الموقع أقدر أستعرض الشهادة الخاصة بالموقع، أعرف إذا كان الموقع ده فعلا الموقع موثوق منه ولا غير موثوق منه.